أعلنت منصة بيزنس إنسايدر المختصة في الشأن الأفريقي تصدر مصر قائمة دول شمال إفريقيا كأفضل وجهة للاستثمار الأجنبي لعام 2024. ذكرت منصة بيزنس إنسايدر أن القائمة تضم أيضا المغرب وتونس والجزائر، فيما استند التصنيف على تطور البنية التحتية والتكنولوجيا والأمن والمناخ السياسي، ما جعلها ملاذا آمنا للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع نفوذها. أشار التقرير إلى أن تلك البلدان الأفريقية أنفقت الوقت والموارد لضمان قدرتها التنافسية العالمية على الساحة العالمية عندما يتعلق الأمر بعائد الاستثمار. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، محققة مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي 1.954 تريليون جنيه مقارنة ب 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق أمس. وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر إي جي إكس 30 تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل عند مستوى 28628 نقطة. وأغلق أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 على صعود بنسبة تقدر ب 2.39% ليصل عند مستوى 6507 نقاط. وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 على صعود بنسبة تقدر ب 2.10% ليصل لمستوى 9331 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، فارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في الشرق الأوسط قد يؤثر سلبا على إنتاج النفط، حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 1.82% ليصل إلى 77.87 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.84% ليصل إلى 74.55 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.63% لتصل إلى 2.33 دولار للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.69% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في 3 أشهر في شهر يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات، وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد، فحين أدى تسريع تعزيز إمدادات الرقائق قبل قيود يتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة إلى زيادة الواردات. وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات الصادرة ارتفعت 7% في شهر يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة نمو أبطأ من ارتفاع شهر يونيو عند مستوى 8.6% ودون توقعات بزيادة تقدر ب 9.7%. وصعدت الواردات بقوة بنحو 7.2% مقارنة بانخفاض يقدر بنسبة 2.3% في شهر يونيو، مسجلة أقوى أداء في 3 أشهر، كما تجاوزت توقعات المحللين بزيادتها 3.5%. أعلن البنك المركزي الياباني أنه لن يرفع أسعار الفائدة في حالة عدم استقرار الأسواق المالية، ذلك للحفاظ على تيسير النقدي. وصرح نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع كبار رجال الأعمال، وفقا لما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن البنك سيبقى على سعر الفائدة عند مستواه الحالي للحفاظ على تيسير النقدي، ولن يرفعه أكثر عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة. كما أوضح أن التوقف الأخير في ضعف الين قلل من المخاطر الصعودية للتضخم من خلال تكاليف الاستيراد، موضحا أن تحركات أسعار الصرف الأجنبية تبدو وكأنها تؤثر على الأسعار بسرعة أكبر من ذي قبل، ما يعكس سلوكيات تحديد الأسعار المتغيرة بين الشركات اليابانية.